اتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم كيف غادي نقول لكم شحال وانا باغا ندير هاد لا فيديو، واليوم عاد كتاب نديرو لكم. هاد لا فيديو كي واحد الماسك اللي هو تيصفي الوجه وتيحيد الرؤوس السوداء وكنقي مزيان، زعما زوين هاد الماسك، راه معروف دابا في التواصل الاجتماعي ومعروف في السوشيال ميديا، معروف كل شيء دابا، يعني داير واحد الضجه اللي هو ماسك الفحم. كاين ماسك الفحم وكاين ماسك دم الغزال. انا اليوم غادي ندير لكم ماسك ديال الفحم اللي كيتكون هاد المكونات هادو. عندنا الفاخر، الفاخر البنات يكون ما فيهش مواد كيماويه، ما فيهش ليسانس، زعما تشوفوا شي الفاخر اللي ما فيهش ليسانس اللي غتشوفوا دابا، اللي غنوريه لكم دابا في هذه الصوره. الفخر اللي انا دابا درتو اللي شفتو دابا في الصوره، خديته من ليدل، يعني ما الثمن ديالو ما غاليش، وقيلا شي 3 ايرو ولا 2 ايرو شي حاجه. باش انا خديته كنحتاجو واحد معلقه كبيره ونص ديال الحليب، كنحتاجو الجيلاتين، جيلاتين حلال، انا ما لقيتش اللي ما فيهش النكهه، لقيت غير هذا اللي بالنسمه ولا النكهه ديال الفراوله. الجيلاتي اللي انا استعملت هو هذا اللي غتشوفوه حتى هو في الصوره. الجيلاتي اللي انا استعمل حلال، يعني ما ماشي حيواني، هو حلال. اول حاجه غادي نديرها البنات هو غادي نمشي باش ندق هاد الفخر هذا، حيت خاصنا الفخر يكون مطحون. بعد ما دقيته وصفيته شويه شي، خاصك تصفي مزيان باش ما يبانش لك، ما يبانوش فيه حبيبات فاش تتكوني كتخلطي فيه في الوجه ديالك. المهم كنحتاجو فيه معلقه ديال الاكل صغيره، معلقه وشويه، معلقه ونص هكاك. وغادي نخوي عليه دابا الحليب بحال هكا، غادي نخلطو، نخلطو مزيان، وغادي نضيف عليه حتى واحد المعلقه صغيره ونصف ديال الجيلاتين. هذه الطريقه وغادي نخلط مزيان ثاني. سمحوا لي على هذا الصوت اللي كتسمعوا دابا، راه غير واحد عندي بنية صغيرة كتلعب. المهم دابا غادي ندخلو الميكروويف اوف ماغنيترون، ميكرو اون كلش كيقول لي داك السخان، غادي ندخلو لمدة 15 ثانية ونخرجو. خاصو يدوب ليا هاد الحبيبات ديال الجيلاتين، يدوبو ليا تماما، ميبقوش عندي. ديالي كيف كتشوفو من بعد ما خشيتو في ماغنيترون ميكروويف سخن واحد شوية، كتخليو عير برد عير واحد شويه، ما كتخليوش يبرد بزاف حيت راه دغيا كيجمد. ودابا كطبقي على الوجه ديالك بحال هكا، راه هو كيكون سخون واحد شويه، ما تخليوش يكون سخون، تخليوش يكون بارد. كتبعدوا على المنطقه اللي حول العينين، حيت هو ملي كدي تحيدي كيبدا يضرك. هاد الماسك راه زوين بزاف، ايوا ما تشريوه من الانترنت ولا من المحلات، تقدري تصيبيه في الدار راسك. حاولوا تبعدوا على البلاصه اللي حدا الزغب، حدا الشعر كيقطر. العسل كيقطر، هذا العسل كيقطر. زوينه هذه كانت. المهم حاولي هنا كديري الكوش الاول تخليه ينشف، كتعاودي الكوش الثاني.
انا راجع عمرت حالتي. لا يا را، المهم هنشوف لي هاد الكوش وغرجع باش نعاود ندير الكوش تاني، ندير الكوش الاخر قبل ما يبرد لي الجبانيه. خاصة تكون الكوش شويه غليظه باش تقدري تقلعها من الوجه ديالك. هاد ماسكرا كيبيض، ماشي كيبيض، كيصفي الوجه. كانت حاجه كتبيض بصراحه، راك وجهنا كيصفى واحد شويه وصافي، اللي بيض بيض واللي سمر سمر. نضحك واحد شويه، المهم حنا راه راه غندير لكم واحد الوصفه حقه ديال الفاخر على السنان. ويلي اش كيدير السنان كيبيضهم. المهم البنات، انا دابا درت لوجهي وغادي نخليه حتى ينشف على حساب الجو. راه اليوم الجو شويه سخون على حساب الجو. المهم انا مي غادي ينشف ليا ويكرم باش مي غنكون باغا نقلعو غادي نقول لكم شحال دا معايا ديال الوقت. صافي يلا السلام عليكم، تنعاودو نتلاقاو. دابا نشف ليا كيف كتشوف مي كديروها، ما كيلصق فيكم حتى حاجه، ما كتلصق. يا بسم الله نبداو، حيدو هادشي ورا كيدار واحد شويه، ولاني اش نقول لكم، دا نحيدو من هنا. وي اش داني ولا اش مشيت، المهم راه كيدار. انا نقول لكم البنات باش لا بغيتو ديروا تعرفوا شنو تابعكم. هنا هي 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 خصوص البلايص اللي فيهم الزغب، كي تيجر الزغب. المهم هذا ما كيتحيدش بحال هذاك الماسك اللي كيتباع، هذا كيتحيد بشويه بشويه. شفتي شحال غيتهز لك؟ هانت شوف هناك. اه المهم اي 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 هاد الكادو ما كيكون فيها شويه زغب، واخا ما كيبانش تيكون فيها. اه ياني منك، اوف قدرتش 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 حرجتش. واخا كيدار النتيجه راه زوينه 100%. عجب هذا واش حيت شي حاجه ولا ها باقي هربين انا. والله يتحيد ماشي بالكم ولا لا ماشي. اي هذا ما حاش عيب عليكم. المهم البنات راه كيحيد، والله الا كيحيد كيحيد هذاك الزغر الصغير كيحيدو. نقول لكم اللي عنده شي موستاش راه غيحيدو. لا المهم هذاك الصغير الرقيق يلا خير اش تحيدو. كملوا كملوا. تكون تحيدو ديما ديرو هكا، شدو من هنا وجري شدي وجري، شوفو واش غتسمعو الكغماش، واش كتسمع ديك الكغ ديال الزغب ولا لا.
ماشي شبابكم ولا ماما تي حيد حي مزيان هاد بلاصه اللي واعره ماشي رهيبه واعره 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 قد ما كان بلاصه بلاصه بحال انا منهم كان ديال البحر كيشربو الناس كان الزغب شوية. قريبة قريبة تما فين وصلت دابا يو 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 شوفو 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 في اللحم ديالي خلاك كبول ما قدرتش داك يقول ما كرهتش شكرا
حيت كلشي تقريبا. دابا غادي نغسل وجهي ونرجع معكم. من بعد ما غسلت وجهي مزيان عرفتي كنحس به رطب رطب بزاف وملاس. هاد الوصفه انا كنديرها مره في السيمانه، ما كنديرهاش بزاف، مره في السيمانه ولا مره في جوج سيمانات. كتنقي لك وجهك مزيان، ومي كتبغي تغسلي ما كتغسليش بالماء اللي هو سخون دافي ولا بارد، من الاحسن بارد باش حيت غيبدا يبان لك بحال الحموريه تفشى واحد شويه. دابا غادي ندير ما ورد نمسح به وجهي، نسد به دوك المسام اللي انا حليت. ملي كنكونو كنديرو داك الماسك المسام كاملين هادوك كيتحلو ليك. دابا غادي نحاول نسدهم. صراحة غزال زوين هاد الماسك. المهم البنات الى عجبكم الفيديو ديروا ليا لايك، حطوا ليا تعليقات اسفل الفيديو، والى جربتوه ردوا ليا الخبر قولوا ليا كيف جاكم. الصراحه راه غزال، مي غادي ديروا بالنسبه للبنات اللي عندهم بزاف ديال الزغب في وجههم يحاولوا يحيدوا الزغب عاد يديروه هو، راه حيت كيضر بزاف. هو كينقي الوجه من دوك الحبيبات البيضاء والحبيبات السوداء وداك الزغب الرقيق كيحيدوا منه. المهم البنات بالنسبه اللي باقي ما شاركش في القناه عندي يدخل يشترك، لي اول مره كيشوف هذا لا فيديو وباقي ما شاركش عندي يدخل يدير اشتراك ويورك على داك الجرس باش اي فيديو درتو جديد يوصلو. ونتمنى لكم نهار زوين. السلام عليكم.